كاتو والبطة. استيقظ كاتو من نومه متأخرا وخرج يبحث عن طعام يأكله فلم يجد. قابل كاتو الأرنب وطلب منه أن يعطيه طعاما، ولكن الأرنب قال له: لقد نفد الطعام. ترك كاتو الأرنب وسار، فقابل بطة تسبح في الماء وتصطاد السمك، فطلب منها أن تعطيه سمكة يأكلها. قالت البطة لكاتو: أنا أصطاد السمك لصغاري. فوعدها كاتو أن يرد إليها السمكة إذا طلبتها منه. أعطت البطة لكاتو سمكة فأكلها وهو سعيد. تعجب الأرنب من كاتو وقال له: كيف سترد السمكة إلى البطة إذا طلبتها منك؟ قال كاتو: لا تقلق، طلبت البطة من كاتو أن يرد إليها سمكة كما أسرع كاتو وأحضر لها عظمة وقال لها: خذي هذه بدلا من السمكة. فقالت البطة: أنا لا آكل العظمة. قفز كاتو إلى الماء ليصطاد سمكا فلم يعرف، وكاد أن يغرق، وخرج من الماء وهو مريض.